علاش اخوتي المغاربه كنقول لكم ديما ما دمت في المغرب فلا تستغرب، كتلقى العدول كيكتبوا الكتاب في البيت، والفقهاء كيقراوا القران في السيجور، والنقافات والشيوخ كيردحوا يزدحوا في السطح، هادشي كله كنديروه في دار وحده. وفالتالي كنقولوا الشيخه ايمان تسونامي غادي تمشي لجهنم، بلد العجائب والغرائب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين اخوتي بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. ندخل في الموضوع ديريكت اخوتي المغاربه بدون لف ولا دوران وبدون لغه خشب كما عهدتموني، ولكن قبل ما ندخل في الموضوع اللي جيت نخوض فيه هذا النهار ان شاء الله الرحمن الرحيم، بغيت نستدل بواحد الايه قرانيه، اريد ان استدل بايه قرانيه. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم. كلكم على علم اخوتي المغاربه بوفاه الملقبه بإيمان تسونامي، قيد حياتها كانت ملقبه بإيمان تسونامي، توفاها الله سبحانه وتعالى. بغيتكم اخوتي المغاربه كلكم تهزوا يدكم للعلي القادر وادعوا معاه مسكينه بالرحمه والمغفره، حيت كانت انسانه طيبه وكانت انسانه بشوشه وكانت انسانه كدير الخير، وهذا هو المهم من هذا الشيء كله كاع. جيتكم هذا النهار اخوتي المغاربه بعد التحريات اللي درت بخصوص سبب وفاه الملقبه قيد حياتها ايمان تسونامي، وجبت لكم اخبار صادقه، وغادي نهضر على مواضيع اخرين عندها علاقه بالموضوع. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع اخوتي المغاربه سيروا معايا دقه دقه باش تفهموا علاش كنهضر، حيت انا كنهضر بالالغاز والمعنى. كنتحدى اي واحد فيكم اللي كيشوف فيا دابا، كنتحداه منين يكون شي مره في الجامع والامام يقول بعد الصلاه راه كاينه صلاه الجنازه، كاينه صلاه الجنازه على واحد السيد ولا على واحد السيده. كنتحدى اي واحد فيكم اللي كيشوف فيا دابا يقدر يعرف هذاك السيد هذاك اللي كيديروا عليه صلاه الجنازه واش هو فقير ولا لاباس عليه. ما تقدرش تعرف، علاش؟ حيت الامام كيقول صلاه الجنازه على رجل، ما كيقولش صلاه الجنازه مثلا على واحد لاباس عليه، ولا كيقول صلاه الجنازه على واحد السيد والفيراري ديالو هي مصطاليه حداه، ولا كنديروا صلاه الجنازه على الفيلا ديالو كنحطوا حدا الفيلا وكنصليو تما حدا الفيلا ديالو حيت هو غيدفنوه في الفيلا ديالو. ما يمكنلكش تعرف كيقول صلاه الجنازه على رجل ولا صلاه الجنازه على امراه، واخا يكون داك السيد كما بغى يكون. علاش الامام كيقول صلاه الجنازه على رجل ولا صلاه الجنازه على امراه؟ حيت داك السيد اللي توفاه الله سبحانه وتعالى ما بقاش محسوب علينا في الدنيا، الروح ديالو طلعت عند الله، ترجع لعند الله سبحانه وتعالى. داك السيد ما بقاش محسوب في الدنيا، داكشي باش الامام كيقول صلاه الجنازه على رجل، شنو ناقص في هذه اللحظه هذه؟ ما نمروا داكشي بواحد 3 ايام ولا 4 ايام، حيت كاين اللي كيزربوه على حساب الورد في السيمانه الاولى كيطرطقوها بعضياتهم بالجناوه، وكيصدقوا قاتلين عاود 6 وحدين اخرين كيصليو عليهم، حتى واحد ما كيدي داك الورد هذاك. شكون اللي ناقص؟ ناقص غير ديك الورقه اللي غادي يمشيو يجيبوا في البلديه ديال شهاده الوفاه، ومنين كيمشيو عند المقدم باش يعطيهم شهاده الوفاه ما كيبغيش يعطيها لهم، خصهم يعطيو 20 درهم باش يعطيهم شهاده الوفاه ديال واحد السيد كاع ميت مشى عند الله سبحانه وتعالى، خصنا نعطيو عليه 20 درهم باش نجيبوا ديك الورقه هذيك، حيت هي اللي ناقصانا. قال ديال الناس خرجوا كيهضروا في هذه السيده هذه الملقبه بايمان تسونامي قيد حياتها، وقال لك بان هذه السيده هذه زعما كانت فاسقه فاسده الشطيح الرديح ما كيقبلوش داك الشيء الله سبحانه وتعالى وكذا وهذا، وكيخرجوا كيهضروا بالسوء على هذه السيده هذه. غنوريكم واحد الفيديو ديالها، هذه 5 سنين اشنو قالت هذه السيده هذه الله يرحمها، 5 سنين اشنو قالت وعلاش هي كتزاول هذه المهنه هذه، ومن بعد نواصل معكم الحديث ان شاء الله الرحمن الرحيم. الشيء لهذا الوقت اللي جينا نشوفه كلشي ولا كلشي ولا حرام. الحمد لله تنقول انا بني ما كنتأداش على الناس ولا كنتي ديال الناس، والانسان محدو كيطلب التوبه عند الله سبحانه وتعالى، ابواب التوبه مفتوحه. نعلمني ضميري الا درت الشر في الناس، الا تعديت على شي حد ديت لشي حد رزقه، كنت كنهضر في الناس كندير شي حاجه، حنا شو حنا ماشي ملائكه حنا بشر، لكن الحمد لله ما كنديروش حاجه اللي كيعصى فيها ربي بزاف، نعصوا فيها الله فهمتيني. ومحدي كنطلب ربي ان شاء الله التوبه راه غادي. انا شوف دابا حاليا الفن مفتخره به، تنمشي كنخدم به كندخل لداري. سمعتم كما شاهدتم اخوتي المغاربه ما جاء على لسان المتوفيه مسكينه الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار يا رب العالمين قبل 5 سنين. شوفوا شنو قالت، حيت انا كنجيب لكم الحجه والدليل، ما كنهضرش انا عن عبات، كنشد الانسان انا من فمه وسمعوا شنو قالت.
السيده هذه ملي كانت كتزاول ديك المهنه كتزاولها وكتمشي للدار ديالها، وبين فيها صادقه في الكلام ديالها، يعني كتخدم على عائله الله يحسن العوان، ما كتسرق ديال حد، ما دات فلوس الشعب مثلا، ما هي ماشي ديبيتي نائب برلماني مثلا، هي مثلا وسرقت شي فلوس مثلا ديال شي بلديه، ولا نقولوا ودي هاد السيده هذه الله يرحمها، لان كذا تعدات على الناس وسرقات الناس ودخلت الناس مثلا الحبس وتعدات على الفقراء وعلى اليتامى. هاد السيده هذه كانت كتزاول واحد المهنه مسكينه باش كتخدم على العائله ديالها. وسمعوا شنو قالت، قالت الا كان هاد الشيء حرام حتى العرس يكونوا حرام، وكما قلت لكم في الاول الا كان العرس حتى هو حرام، شكون اللي حاضر في ذاك العرس؟ حاضر الفقي اللي قاري 60 حزب، يعني حتى هو يعني راه متمن ذاك العرس هذاك، بان راه العرس راه حلال. انا فقي قاري 60 حزب وكنعرف شنو كاين، وجيت للبار نشرب الشراب وخرج العقل هذا، خصكم تفهموا شنو كنقول لكم دابا. فقي جاي للعرس، دونك هو عارف العرس حرام وجاي للعرس، والعدول قارين القران وجايين للعرس. هذا الشيء اللي قالت السيده، سمعوا مزيان، عاودوا الفيديو سمعوا شنو قالت. كنتو نتوما اللي كتقولوا على هذه السيده هذه الله يرحمها مسكينه ويوسع عليها بان انسانه غير صالحه، وانتوما مسلمون. المسلم الحقيقي كيكون متسامح واخا مع الملحد، وهي ديما كانت كتذكر الله في الاحاديث ديالها، حسبي الله ونعم الوكيل في داك الشيء اللي داروا لهذوك الناس اللي كتقول هي. واني جايكم دقه دقه باش نعرفوا، قلت لكم سبب الوفاه، الفيديو واخا طويل شويه ولكن كنشرح لك دقه دقه باش تفهم. الا كنتي مسلم حقيقي خصك تكون متسامح واخا مع الملحد باش يدخل هو للدين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اشرف المخلوقين والمخلوقات كان يعامل اليهودي بتسامح، واخا كان اليهودي كيلوح الزبل عليه. في التالي فاش ما بقاش الزبل كيتلح على الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف بان اليهودي راه مريض، مشى لعندو قال له كيفاش عرفتيني مريض؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بان الزبل ما كيتلحش ليا في لاكور ديالي، ديك البلاصه هذيك فين كنسكن، ملي ما لقيتش الزبل عرفتك بان مريض، وسمح له. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متسامح، هادو هما الشيم المسلمين الحقيقيين. ما تخرجش صاحبي تسب عباد الله يعني وتنعتهم يعني بابشع النعوت، الا كنتي مسلم حقيقي بعدا خصك تكون متسامح، لان التسامح من شروط المسلم الحقيقي. واذكروا امواتكم بالخير. السيده خرجت كتهضر قالت لك بان ايمان تسونامي الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النار يا رب العالمين راه ما مريضاش بالتوكال، حتى واحد ما دار لها شي حاجه، راه كانت كتشرب شي كينات باش تغلط، بحال الا كانت معاها في الدار عايشه معاها. ايمان تسونامي الله يرحمها كانت غليظه وبغات تضعف، وضعفت فعلا ودازت في قفص الاتهام مع الرمضاني، نقصات 30 كيلو ماشي بغات تغلط، يعني الخبر ديالك خاطئ. وإلا كانت هي كتناول الكينات وبغات تغلط، ما دار لا حتى شي واحد شي سحر وكذا، حيت الميدان ديالهم ما فيهش يعني الحساد والمكاري واللي ما كيبغيولكش الخير، وانت فايتهم في شي حاجه وانت زوين عليهم وكتلبس مزيان وشريتي دار ولا جوج ديال الديور، هاد الناس هادو ما كاينينش في هاد الميدان هذا ديال الفن. اذا حتى محمد الريفي داك المغني اللي خرج في الدار البيضاء كيغوت كيلحمق، وما خلى حتى شي طبيب على التوكال، حتى هو كان كياكل الكينات باش يغلط. الا جينا ندوع على الهضره ديالك، محمد الريفي حتى هو راه بغى يغلط، كان كياكل الكينات. اللي ما بغاش يدخل ليا للدماغ ديالي، كيف يعقل ان المناجر ديال ايمان تسونامي الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار يا رب العالمين، اللي خرج كيقول بانها تسممات، انت مناجر ديالها خصك تكون لو برادر ديالها، اليد اليمنى ديالها، وتكون كارد كور ديالها، وتكون الاخ ديالها، واي حاجه المناجر كيكون فيه اي حاجه، كيف يعقل ان انت يعني ما ردش البال ايمان تسونامي وتا تسممات؟ فين كنتي نتايا؟ خصك تحضيها 100% تكون بحال الظل ديالها، ما يوقع لهاش داك الشيء اللي وقع لها. هادشي انا اللي ما بغاش يدخل ليا للدماغ ديالي. الانسان اللي كيكون مشهور يقدر يتعرض لاي تسمم، حيت الشهره خايبه وزوينه في نفس الوقت، ولكن بالنسبه لي انا الشهره ما مزياناش. ولا الا كنتي مشهور رد بالك مزيان. انا نعطيكم مثال، رونالدو اللي كيلعب الكره، دور العائله ديالو كلها ديال مو ديال باه بيه وصحابو القرب اللي كيحبوه مزيان، الفيلا ديالو كتلقى كاع غير العائله ديالو وصحابو جالسين كياكلوا معاه، ولكن كلهم مدبر عليهم في صريف وكيحضيو هنيتهم، ما ياكلش مشي بلاصه حتى يجيبوا له هما القرعه د الماء يشربها. وفي واحد اللقطه كان كيتفرج في واحد البلاصه وحطوا له كوكا، وهز كوكا دار لها هكا وحطها ليه بعدها، وشحال من واحد قال لك لا ما كيشربش كوكا حيت ديال اسرائيل وحطها ليه، ما يمكنش يشرب كوكا هو ما عارفش ديك كوكا هذيك منين جات. رونالدو ما يشربش كوكا من شي واحد جابها له، كيشرب كوكا من واحد من عائلته مشى معاه لديك البلاصه هذيك، كيديها من البرتغال في الطياره ديالو وكيهزها لاخر، ما
ما كيفارقش ديك الشنطه هذيك وكيعطيك وكان رونالدو، ما عمر رونالدو هو كلا من شي واحد ولا شرب من شي واحد ولا لحتى واحد. القضيه ميسي منين كان لاعب في المغرب سال الماتش جاو عنده باش يحيد توني يعطيهم توني، قالوا له الناس في المغرب كاين السحر ما تعطيش توني ديالك لشي واحد، وما بغاش يعطي التوني لذاك الدري هذاك الصغير. علاش؟ لان خاف على راسو يسحروا له في العرق ديالو. وردوا البال ورجعوا للماتش ديال الارجنتين مع المغرب، ميسي ما بغاش يعطي التوني ديالو كيعطيه في اي بلاصه مشى الا المغرب، ما بغاش يعطي التوني حيت وصاوه قالوا له ما تعطيش التوني لان غادي يسحروا لك المغاربه. واحد القضيه اللي ما بغاتش تدخل في دماغي اخوتي المغاربه، وما اثار انتباهي في جنازه الراحله مسكينه ايمان تسونامي الله يرحمها ويوسع عليها في النار يا رب العالمين، هو ان واحد السيد هو قال لك مغني كما يسمي نفسه سميتو عبد العالي الغاوي كان حاضر في الجنازه. انا هذا السيد هذا عمرت سنت الاغاني ديالو ما كيعجبونيش الاغاني ديالو، جات ديك الصحفيه ديال شوف تي في سميتها فاطمه الزهراء باش تهضر معاه، كانت اون ديريكت هي مباشره ما يمكنلاش يعني تقطع هي البث المباشر، جات تهضر معاه والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الابتسامه في وجه اخوك صدقه، يعني كل انسان متواضع ولا تمشي مراحا فوق الارض. وهذا السيد هذا ديما هو كيمشي مراحا فوق الارض، وخوه السي محمد الله يرحمه كان انسان متواضع هو كان كيقولها. هذا السيد هذا يعني كل واحد كيفاش سبحان الله العظيم هو كيكبر، كل واحد كيفاش كي قال الاخر قال لك الكرش كتولد الصباغ والدباغ والمتواضع والمتكبر، خرجوا من كرش وحده محمد شو سبحان الله العظيم كي داير الله يرحمه ويوسع عليه. وخو عبد العالي شوف كيفاش داير من الصغر ديالو، جات الصحفيه تهضر معاه قال لا هكا هكا حبس حبس تتكونوا كلكم تتجمعوا كلكم زعما تجمعوا كلكم وتجيو. بغيت نقول لك واحد القضيه سي عبد العالي الغاوي، كنتمنى الرساله ديالي توصلك. بغيت نسولك واش انت سيناتور، سيناتور في امريكا ولا الناطق الرسمي بورت بارول ديال البنتاغون ديال الميريكان منك لإيلون ماسك، انت يعني اليد اليمنى ديال إيلون ماسك، يعني خصك تجي سكاي نيوز بي بي سي القنوات العالميه كلها الفضائيه العالميه كلها، يعني 60 ميكرو يتجمعوا عليك عاد تهضر معاهم. علاش؟ باش تقول الخبر مره واحده ما تبقاش تعاود الخبر ديما ديما، باش تقول لهم بان يعني العمليه نجحت بسلام، يعني داك الفيزي اللي صيفطنا داك الصاروخ اللي صيفطنا لمارس صيفطنا للمريخ راه وصل وراه الروبو وصل تما والسيد بخير وعلى خير، ودا معاه زعلوكه ديالو دار زعلوكه في الطاسه والبطيطه ديالو راه غيسخن في الميكرووند راه كلشي مزيان كلشي بخير وعلى خير. هادشي اللي كيبان ليا واش انت سيناتور ولا ناطق رسمي مثلا بالبنتاغون ديال البنتاغون في امريكان، ولا انت انسان عادي كيسكن في سلام وغني كيغني كدا تا 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 تري دوك تضحكوا على عباد الله من ما فهمت والو. الشيء اللي غادي نقول لكم دابا خوتي المغاربه غادي يجيكم غريب ولكن هو حقيقي، بغيت نقتسمه معكم حيت العديد ديال الناس كيجهل هادشي اللي غادي نقول انا دابا، انا ماشي اناني بغيت نقتسم معكم هادشي هذا باش تبقاو تفكروا فيه دائما. علاش فاش كنهضروا في الماضي ما كنقولوش ان شاء الله، وعلاش فاش كنهضروا في المستقبل كنقولوا ان شاء الله؟ شنو هو السر وشنو هي الحكمه الله سبحانه وتعالى من هذا الشيء هذا؟ علاش فاش كتقول البارح كنت في مكناس ما كتقولش البارح كنت في مكناس ان شاء الله، كتقول البارح كنت في مكناس، ولكن الا كنتي غادي تقول غدا غادي نمشي لمكناس كتقول غدا غنمشي لمكناس ان شاء الله. علاش؟ حيت الماضي كتعرفوا ودرتيه وقع، ولكن المستقبل كتجهلوه ما عارف واش غدا غتمشي لمكناس، تقدر في العشيه يضربك الطوبيس وغتموت وما تمشيش للمكناس حيت انت ما عارفش المصير ديالك، هذا كيتسمى القدر ما عارفش المستقبل. وهذا هو السر والحكمه لله سبحانه وتعالى علاش خبع علينا المستقبل، عطانا غير الماضي كنعرفوا الماضي شنو هو، والحاضر يعني داكشي اللي انت دير دابا غادي تشرب مثلا الماء انت هز الماء كتشربو تقدر تموت في هذه اللحظه هذه، ولكن مور ما تشرب الماء مثلا ما عارفش شنو غادي يوقع لك من بعد غير جوج ديال الدقائق راك تقدر تموت، تجيك سكته قلبيه ولا يضربك الطوبيس فاش تخرج من الدار ولا ما كتعرفش المستقبل. هذاك هو القدر اللي خبعه الله سبحانه وتعالى باش الدنيا تمشي، حيت وكان كنا عارفين المستقبل ديالنا كلشي في الدنيا عارف بان غادي يموت في واحد التاريخ الدنيا غادي توقف ما غاديروا حتى شي حاجه كلشي غيساين داك النهار ديالو الدنيا غادي توقف وما غاديش تكون الحياه وما غتستمرش الحياه. لذا الله سبحانه وتعالى خبعنا المستقبل خلانا سوربريز مفاجاه باش كلشي يكون بخير كلشي يكون نشط، لكن ما عارفش يعني ربي شنو مخبع لك غدا. دليل الكافي والشافي على ان المرحومه مسكينه ايمان تسونامي ماتت مغدوره ماتت بتوكال بسحر مسكينه اللي قطع لها المصارم ديالها، هو ان واحد الفرمليه خرجت هضرات وقالت بان كنا كنجبدوا منها السلوكه، كنجبدوا منها السلوكه داك الشيء بحال المصارم كيتجبد من الانسان، هذا دليل على ان داك الشيء هذاك راه توكال وسحر ماشي كينات ديال الغلط، اللي كيشرب كينات ديال الغلد ما كنجبدوش منه السلوكه كيتقياس السلوكه وكنجبدو منه داكشي بحال المصارن
الكينات ديال الغلظ ما كيديروش داكشي، كيديروا سكته قلبيه ديريكت. كلامي ما قل ودل، اظن انني قلت ما فيه الكفايه. للمره الثانيه اخوتي المغاربه كنطلب منكم تهزوا يديكم للعلي القادر الله سبحانه وتعالى خالق الكون، وادعوا مع هذه السيده هذه مسكينه بالرحمه والمغفره، الله يرحمها ويوسع عليها في النار يا رب العالمين، ويرحم جميع الموتى. كنتمنى ليله سعيده للجميع. الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.